هنا من وسط الناصرية أمام جسر الزيتون الذي شهد تظاهرات دامية فقد فيها عشرات الشباب المطالبين بالتغيير وبقانون انتخابي عادل. أحدثكم أنا أحمد السعيدي عن خريطة ذي قار الانتخابية. ذي قار رابع المحافظات من حيث المقاعد النيابية بعد بغداد ونينوى والبصرة ب19 مقعدا، يتنافس عليها 136 مرشحا يمثلون نحو 1,300,000 ناخب. ووفقا للقانون الانتخابي الجديد قسمت ذي قار إلى 5 دوائر انتخابية، أكبرها الدائرة 5 والتي تضم صوب الجزيرة من مدينة الناصرية وقضائي الإصلاح وسيد دخيل. أما الدائرة 4 فهي 4 والتي شملت سوق الشيوخ وتوابعها الإدارية. ويعتقد مراقبون أن الدائرة 5 ستشهد تنافسا قويا بين المرشحين لوجود نواب حاليين وسابقين وشخصيات اجتماعية وعشائرية فيها.